اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى. هنتكلم في الفيديو دوت ازاي تحمي جهاز الكمبيوتر بتاعك من اي فيروس او اي حاجة ممكن تبوظ الكمبيوتر بتاعك. اول حاجة محتاج ان انت تعملها ان انت تتأكد ان انت نسخة الويندوز بتاعتك. انا افترض هنا ان انت او الناس اللي بيسمعوني ان هم منزلين ويندوز على اجهزة الكمبيوتر بتاعتهم، فهتأكد ان نسخة الويندوز تبقى اب تو ديت او تبقى منزل اخر تحديث او اخر ابديت لنسخة الويندوز. طيب هنشوف موضوع الابديت دوت من فين. انا هنا شغال بنسخة ويندوز 10، فهنيجي من التاسك بار هندوس كليك على ستارت، ويبقى نيجي هنا على اللي هي العلامة بتاعت السيتنجز ديت وهندوس كليك، وفيها حاجة عندنا هنا اسمها ابديت اند سكيورتي، ومكتوب هنا تحت ويندوز ابديت ريكفري باك اب، وهندوس كليك كده. وزي ما انتم شايفين هنا عندي على الجهاز هنا بيقول لي مكتوب هنا ويندوز ابديت، وبيقول لي يو ار اب تو ديت لاست تشيكد توداي الساعة 12:37 دقيقة مساء. ده معناه ان نسخة الويندوز بتاعتي اب تو ديت والنسخة مملوءة ابديت، مش محتاج ان انا اعمل ابديت تاني. لو انا عايز اعمل تشيك هل في ابديت جديدة ولا لا، فممكن اجي على الزرار بتاع تشيك فور ابديتس دوت وادوس كليك، لكن انا مش هدوس كليك دلوقتي لان النسخة عندي اب تو ديت. فلازم انت تتأكد ان انت نسخة الويندوز بتاعتك تبقى اب تو ديت. طبعا الويندوز 7 بقى يعني اوت اوف سبورت، او مايكروسوفت ما عادش بتنزل الحاجات الخاصه بالسكيورتي في الابديت بتاع نسخه الويندوز 7، فعشان كده ريكومندد زي ما مايكروسوفت بتقول ان كل الناس تعمل ابجريد لنسخه اللي هو الويندوز 10. طيب الحاجه اللي بعد كده بعد موضوع اللي هو الابديت دوت، ان انت لازم ان انت تتاكد ان انت منزل عندك انتي فيروس على جهاز الكمبيوتر بتاعك على نسخه الويندوز. وانا هتكلم في الفيديو دوت على بعض الانتي فايروسز اللي هي الفري او اللي هي المجانيه. طبعا ريكومندد لو متاح ان انت تشتري نسخه انتي فايروس نسخه مدفوعه يعني فدوت يبقى افضل، لكن لو يعني ما فيش امكانيه فممكن نستخدم اللي هي البرامج اللي هي الفري. بس احنا هننزل كذا برنامج عشان خاطر نقدر ان احنا يعني في بعض الفيتشرز ما بتبقاش موجوده في البرامج الفري ديت، فعشان كده بننزل كذا برنامج انتي فايروس يعني. طيب لو انت شغال بالويندوز 7 ف يعني من وجهة نظري افضل انتي فيروس اللي هو المايكروسوفت سكيورتي اسينشالز دوت عاملاه مايكروسوفت. فممكن تدخل على الويب سايت دوت او تكتب في جوجل مايكروسوفت سكيورتي اسينشالز داونلود، وهتدخل على الصفحة ديت وتعمل داونلود، وممكن تختار اللغة من هنا. بس يعني ممكن يعني او الافضل ان انت تختار اللغة تبقى انجلش، في لغات تانية بس يعني زي ما قلنا حابين ان احنا نشتغل بكل البرامج تبقى بالانجلش، فهتختار اللغه انجلش اللي هي الديفولت، وهتدوس كليك على زر الداونلود ده وتعمل لك داونلود. وانا هنا في الفيديو مش هعمل داونلود، انتوا بقى يعني جربوا لو انت عندك الويندوز 7 وعايز تنزل انتي فايروس، فممكن تجرب اللي هو مايكروسوفت سكيورتي اسينشالز دوت. ولو انت شغال بالويندوز 10 ففي انتي فايروس كده بيبقى نازل بيلت ان جوه الويندوز 10، بيبقى موجود برضو جوه اللي هو الابديت اند سكيورتي. لو دوسنا كليك كده وهنيجي هنا على اللي هي ويندوز سكيورتي هندوس كليك، زي ما انتم شايفين هنا بيقول لي ويندوز سكيورتي، وممكن اقول له اوبن ويندوز سكيورتي لو دوست كليك كده. ودوت هنا الانترفيس بتاع اللي هو الويندوز سكيورتي اللي هو الانتي فايروس البلت ان في الويندوز 10. وممكن بقى يعني هنا جايب لي بعض الورنينج او بعض اللي هي الرسائل التحذيريه، هنا بيقول لي ممكن تسطب اللي هو الوان درايف وحاجات تانيه ممكن نتكلم عنها بعد كده. ف يعني هنا الانتي فايروس دوت كويس جدا، ممكن لو انت عايز تعمل سكان فممكن تعمل من خلال البرنامج دوت. انا مش هتكلم برضو عن موضوع اللي هو السكان، انا هنا بس بديك بعض الهنتس او بعض اللي هي الملحوظات يعني على الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان خاطر تامن الجهاز بتاعك. طيب البرنامج اللي بعد كده، والبرنامج دوت من البرامج الممتازه جدا او اللي هي الانتي فايروس الممتازه اللي هو المالوير بايتس دوت. في منه نسخه فري، هنا بيقول لك فري داونلود، وفي نسخة تانية يعني نسخة بتشتريها، فممكن تنزل النسخة اللي هي الفري. هتدخل على الموقع اللي هو malwarebytes.com وهتعمل داونلود للبرنامج وهتبتدي تسطبه بدون أي مشكلة. والبرنامج اللي بعد كده اللي هو برنامج اليو اس بي ديسك سكيورتي، ممكن تدخل على اللي هو الويب سايت اللي هو اللي قدامك دوت اللي هو اليو ار ال دوت، وهنا بيقول لك يو اس بي ديسك سكيورتي از فري فور يوز، فهتيجي هنا تقول له داونلود وهتنزل البرنامج دوت. البرنامج دوت من البرامج اللي هي ان انت شاطر لو مركب فلاشه او اي حاجه يو اس بي في الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب، فالبرنامج دوت بيعمل سكان ولو في اي فيروس ولا حاجه بيقدر يحس بيه لوحده.
فنلخص بقى الكلام احنا قلناه، ان انت عندك الكمبيوتر بتاعك عشان خاطر ان انت تأمن الجهاز بتاعك. فاول حاجه تأكد ان النسخه بتاعت الويندوز معمول لها ابديت، وتنزل الانتي فايروس. قلنا اتكلمنا عن 3 انتي فايروس، في اللي هو تشغل ويندوز 7 هتشتغل اللي هو المايكروسوفت سكيورتي اسينشالز، او لو انت بالويندوز 10 ففي اللي هو الانتي فايروس البلت ان في الويندوز 10 وشفناه. وممكن تنزل كمان الميل وير بايت او اللي هو المال وير بايت، وبرنامج اللي هو USB ديسك سيكيورتي.